تنظيم جديد وتحطوا فيه الميم هذا باش تمنعونا من الاندماج مع العمل معكم. طبعا هما لو كان يدخلوا معنا نصيروا اقليه ونصيروا يعني نفتخر بالجامعه الفرنسيه، ولهذا رفضنا. وفي 20 مايو جانفي الاخوه اشاروا الى الاضراب اللي قام به الطلبه الجزائريين يعني تضامنا مع الثوره وتأييدا لها، وهذا كان مفرق يعني منعرج للحركه الطلابيه سواء عندنا او عند الاوروبيين. فالجزائر اللي هنا كان لاجي الجمعيه اللي تشمل كل الطلبه سواء اوروبيين، وعندها تابع نقابي محض. احنا درنا اضراب عن الاكل وعن الدراسه، فوجهتنا لاجي نتاع الجزائر برقيه نتاع تعاطف، مما اثار سخط الاوروبيين اللي هنا. قال كيف هذا؟ ولهذا صار انقلاب على لاجي في الجزائر، وعوض ما كانت هذه المكتب اللي كان متعاطف شيئا ما معنا، جاء تنظيم جديد ترأس لاغايارد غوترون، بالاضافه الى انهم انشاوا ما يسمى بالكو كوميتي داكسيون يونيفرسيتير. هذه التنظيمه يعني مبنيه على مبادئ متطرفه في النداء نتاع القلوب، اللي هذه الجامعه جامعه فرنسيه وليس حق لأي كان أن يتردد عليها من الطلبة إن لم يكن يؤمن بمصير الجزائر الفرنسية. وكذا الأمر بالنسبة للأساتذة، وهذا ما جعل موندوز اللي كان متعاطف مع الثورة يلقى يعني معارضة مطلقة من طرف الأوروبيين ومنعوه من التدريس بالجزائر. هذا الجماعة لا مسرع لحقيقة، كان في مونبيلي وين كان مرحوم خميستي، واللي كان من اللي استفادوا من الانقلاب اللي تم على اليوناف، لان اللي تم اللي هنا في الجزائر في مستوى لاجي تم ايضا في فرنسا او نيفو اليوناف. بعد ما كانت متعاطفه جاء تيار يراس هذا المشروع اللي شن حمله على الطلبه نتاعنا في مونبيليو منهم خميستي وضربوهم، ثم جاء لهنا للجزائر باش ينظم مجموعه من المحاضرات تشيد بالمصير الفرنسي للجزائر. وصرت لنا معاه مواجهات في سانت جيم، لان راح لستاد سانت جيم بور فير اون كونفرنس شانتون لونج لا جيري فرونسيز، وكلكم يعرف بان رئيس البلديه في ذلك الوقت في سانت جيم هو لاكيير اللي كان رئيس رؤساء البلديات في الجزائر كلها، كان من المتطرفين. فخميسي الله يرحمه، إذن أنا عرفته عندما تم أول اجتماع أو أول مؤتمر عادي للطلبة في مارس 56. رحنا من الجزائر العاصمة هنا في ربعة، بن يحيى الله يرحمه، بن بعطوش الله يرحمه، لم ينخل أطال الله عمره، وكنا أنا وبن يحيى فقط من المكتب نتاع العاصمة. كان العلم بأن بن يحيى ما انتهز فرصة الذهاب إلى باريس إلا لتلبية أمر من الجبهة باش هو والأخضر البراهيمي اللي كان في باريس يغادروا فرنسا ويلتحقوا بندون. فأنا تم تعينت في اللجنة المديرة مع سي عبد اللاوي ومع مجموعة، ودخلنا على أساس باش نقوم بالإضراب. والإضراب نتاع 19 مي كان أساس موجها للجامعة الوحيدة نتاع الجزائر، وطبعا سبقونا ثانويون عبر التراب الجزائري. وقرار نتاع الدخول في إضراب ما كان من حق فرع نتاع العاصمة، بل كان من حق يعني اللجنة المديرة، وهؤلاء نسيب سعلي وكان فرجيوي. حاولت باش انا عن طريق الهاتف في لاغونت بوس باش نقول لهم يا جماعه هذا الاضراب، وان احنا ادهرنا بانه قرار من الطلبه، هو في الحقيقه كان امر من الجبهه. في فيفري 56 عندما اطلق سراح الربع طلبه لليله الاضراب، ليله الانتخابات تاع اول مكتب تاع اليوجيما،
ألقي عليهم القبض وهم الله يرحم كلهم عمارة رشيد لونيس كوتي صابر هادو الربعة كانوا من الجماعة اللي محضرين لروحهم باش تقدموا الانتخابات سألقوا عليهم القبض مسكناه أسماءهم في المكتب كنواب للرئيس في فبراير 56 طلقوهم باش يجوزوهم في الشرع سيتي اون ليبرتي بروفيزوار بور اتر جوجي وهذه هي الفرصه الوحيده اللي اجتمع فيها الله يرحمه عبان بن يحيى وعمار رشيد وقرروا بان نحضروا اضراب للطلبه في اخر سنه قبل دخول الطلبه في الامتحانات ولهذا كي عتمو لي انا من باريس مع كنت مع بن يحيى قال لي شوف كيفاه يعني تقوموا بالإضراب كما طالبوا وتعرفوا باللي ما بين فبراير 56 ومي 56 تغيرت الأوضاع تماما داخل الطلاب لأن في البداية كان عدد كبير من الطلبة يقول كي ودي احنا عدد قليل والثورة محتاجة إلى إطارات الأولى بنا أننا نتابع دراستنا ونرجع ونكون إطارات لا لكن في الفترة القصيرة نتاع شهرين تغيرت الأوضاع تماما قلت لكم اللي أن لاجي أي تي بريز أون شارج بار ليكستريم دروات كي بروني أو نيفو دو سا ديكلاراسيون كو نيل نو سوري بروفيتي دي زيتود ألجي سي نو كروا با أو ديستان فرونسي دو لونيفرسيتي دو ألجيري ثم بعد ما كان الفرنساويين يحاشيو الطلبة حاولوا يحاشيو ولو هما الهدف الأساسي هكذا اللي لقينا عدد كبير من الطلبة نتاعنا قتلهم عندنا شاب في بجاية حرقوه عندنا جماعة اللي طلعوا اللي كانوا في حكمهم كما عمارة إذن ما بقاش أمل في التحصيل إذا بقوا يتابعوا دراستهم أما خميسي الله يرحمه فالشي اللي زاد عرفني به شاءت الأقدار أنني في المعركة نتاع الجزائر سقطت في يد المظليين البرمي أوروبي عند الكولونيل جان بيير وكان المقر اللي داونا فيه اللي قبل قد وزارة الخارجية ورا المونوبري نتاع الغولف سيت اون ايكول بريمير واحد النهار احنا قاعدين تما طبعا لا ليجون ترونجير ما حكي لكم شنو باش يديروا جابوا لنا 11 بوليسي من وهران تعرفوا مشوهم كانوا في هذوك لي غروت دو رافان دو لا فام سوفاج بعد ما عذبوهم شر العذاب مشوهم بالحفا على دي تيسون بوتاي والله كي جابوهم لنا رجليهم عريانين العظم نتاع رجليهم يبان هاي دخلوهم هاك وجاء الليوتنان تاع الباراشوتيس يجي ضرب واحد تاع عليا هكلا قال له تعرفوا شكون هذا قال له الكولونيل قال له لا قال له سيت ان اوفيسي دو لا بوليس فرونسيز قال له كومون يسابيل قال له مكي خميستي ولادهم لهنا اليوم تاع عليا بالدم يسيل عليه ولا مسحت له هكذا ومن بعد قلت له اخويا واش يقول لك محمد والراجل طار في السماء يقول لك قضيت شهر تاع عذاب اول شخص تاح في يدي ينشدني على اخويا في فرنسا كان قلت لك هو اخو خميستي إذن فأنا ندمت على الكلمة اللي قلتها هاتيك وسكتنا أيامات من بعد شاف العذاب المشترك جاو باش يديهم هادو البوليسية يديهم السجون تاع باريس عادوا خارجين جا قال لي يا خويا تعليها نشدني على محمد خميسي قلت له أنت شكيت فيا أنا شك فيك قال لي يا رجل دوشن قلت له كان كرايح تم لكن لقيته قل له هذاك اللي كان معك هو يسطح على الموسيقى الجديدة والله العظيم نهار خرجت أربع سنين بعد فقدت الكلام الذاكرة داوني للسويسرا للعلاج أول شخص نتلقاه هو عبد السلام الله يطول عمره والإخوة الحق يعني لقاوني وهذه هي اللي خرج خميستي تاني هو من تعرفوا بلي الكراريس نتاعو تاع اللي تبع بها دراسته في سويسرا والله مازالو عندي لليوم لانه عند رجوعه للكوميتي اكزيكوتيف ولا الاكزيكوتيف بروفيزور
كنا نسكن قريب من بعدنا، جاب لي قش نتاعو اللي خلاه ومجموعه من الكراريس، قال لي سهل جيبهم لي كي تخلص العلاج جيبهم لي للجزائر. راهم عندي. كي دخلت انا من بعد العلاج والله اقصى ما كنت اطمح اليه، قالوا لي يفتش عليك محمد، قلت ربما يعطينا شيف دي بيرو ولا حاجه. جيت طلعت مع سي علي سي لشكر وجه، قالوا لي سنها وما مش انا كان في الامم المتحده نهار جا الله يرحمه، لقاني مع ما نقولش اسمه، على كل حال كان هو مدير الثقافه، جاء ورق قلت له في الثقافه نسى بالنسبه للديوان، قال لي محتاجك. قلت له محمد على بالك انني مريض، قال لي لا والله جي ورق. قلت له في الثقافه، قال لي واش من وزاره؟ قلت له عندك. قال لي شكون اللي معك؟ قلت له اني مع فلان. قال لي لا انا بقى لي لقب واحد نتاع وزير مفوض ومهمه واحده وهو مدير خليتها لي. وتشوفوا باللي يعني رغم الظروف انه هذيك مسكين كان يعترف بالواحد ورحمه الله، يعني ما كان عنده لا جهويه ولا يعني الفرق بين المثقف وغير المثقف، وهكذا كانت الجزائر يعني حصلت على نتائج رهيبه ضد الدولة والدقول على رأسه، وهذا رحمه الله ورحم كل الشهداء وخاصة من الطلبة. شكرا سيدي. عندك شهادة سيد لشقر؟ تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل كل شيء يعني حنا نتكلم على محمد الخميسي رحمه الله، كان يعني شخصية من شخصيات يعني محورية قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة، والإنسان يتساءل وفي نفس الوقت يعني يتأسف على شخصية كهذه تفكرها 50 سنة بعد يعني الاستقلال، 50 سنة بعد الاستقلال، مع أنه يعني لعب دور محوري في الجزائر. أنا الأخ ميستي عرفته في السجن في الحراش. أنا كنت يعني في سركاجي، لما طلعت للحراش لقيت أن النظام كان على رأسه الأخ محمد خميستي، وفي نفس الوقت كنا يعني ثم كان صعب يعني باش يكون الاتصال، كان الاتصال فقط على طريق يعني سجناء اللي شويه يجولوا يعني في 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 السجن، وهي لا طريق يعني لي بيفتون، هذوك لي بيفتون هذاك نرميهم على اسمه لما يكون مثلا هو في الفينا اللي حدايا، ولا نبعثوا هذاك يعني اسمه على طريق. اتصل بيا ودارني في اللجنه اللي كانت يعني تسير الحراش، وكانت حقيقة الحراش من ناحية التنظيم كان تنظيم هائل جدا، لا من ناحية التعليم ولا من ناحية مثلا دروس سياسية لكل يعني المسجونين، وكذلك كانت يعني تضامن بين 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 بين, بين المسجونين. هكذا عرفت خميستي، وعرفت حقيقة إنسان كان عنده ذكاء يعني خارق العادة، وفي نفس الوقت كان يعني محبوب جدا، لأن كان دائما وأبدا يعني غير يضحك محمد خميستي الله يرحمه، وكانت يعني تقريبا كل السجناء يحبوه وهم الأولين، هو جنب فرنسا ما يعرفوش، أنا بالجزائر ما يعرفوش في الحراش، لكن يعني رغم هذا داروه هو اللي كان مسؤول على يعني اللجنة اللي كانت هي تسير يعني في آنذاك الحراش. بعد هذا لما هو يعني بعد رجعوه لفرنسا يعني لما جاء الاستقلال، كان اتصل بي خميستي الله يرحمه باش نكون معاه يعني في لما تعين كوزير شؤون خارجية، كشؤون في الشؤون الخارجية باش نكون في الديوان تاعو مع الإخوان كما علي عبد اللاوي وإخوان أخرين. يعني يعني لما لبيت الدعوة وجيت لهنايا بدينا نعمل، كانت الهدف تاعو الوحيد هو تنظيم هذه الوزارة بطريقة علمية،
ولما بدينا البداية يعني هذه وزارة الخارجية يعني من أكبر الوزارات يعني في الجزائر. دينا كنا يعني كمشة يعني كنا تقريبا 10 أشخاص ولا 8 أشخاص يعني هذا مكان. وبدينا نعمل أول شيء اللي بدأ هو الاستاتيو ديبلوماتيك. الاستاتيو ديبلوماتيك إحنا واحد جاي من الشرق واحد جاي من الغرب واحد ما يعرف هذا الاستاتيو ديبلوماتيك كسكسي. كيف نبدأ هذا يعني كيف نبدأه ما عرفناش حتى كيف نبدأه. بدينا نجيبوا الاستاتيو من كل يعني بلد يعني اللي قدرنا حصلنا عليه باش نشوف كيف هذا الاستاتيو ديبلوماتيك واش هي. وكنا نعمل تقريبا بعد العمل كنا نديروا دي سيونس دو نوي براتيكمون جوسكا 1 اور دو ماتا براتيكمون تو لي جور جوسكو جور وخرجنا يعني بالاستاتيو ديبلوماتيك. يعني تظهر باللي الشخص كان يعني عنده حراره وكان يعني الهدف تاعو الوحيد هو الجزائر ما كان شيء اخر. درت معها كذلك يعني اول وفد اللي مشى للشرق الشرق العربي درنا اللي كان اللي يقود الوفد كان هو ريبومد الله يرحمه. درنا مصر سوريا العراق واليمن. درنا جولة يعني حقيقة في هذه الجولة هذيك الشخصيين اثنين اللي هما برزوا حقيقة وظهروا يعني اون ماتوريتي بوليتيك اكسترا اوردينار مع لي شيف ديتا كيما جمال عبد الناصر كيما الجماعه اللي كانوا حقا عندهم تجربه كبيره هو ريبوميدين ومحمد خميستي. كان ظهر يعني برهان حقيقي يعني اعطاه ربي واحد يعني الذكاء سورتو عنده ليسبريت سانتاز عنده يعني ليسبريت سانتاز اكسترا اوردينار. يعني هذا يعني من الاختصاصات يعني اللي كانت فيه يعني هذا السيد هذا وهذا الرجل. لذلك يعني قد ما نقدروش نعطوا حق لهذا الرجل هذا. لذلك الواحد يتأسف 50 سنة يا عجبة باش نتكلم على هالشخص هذا. يعني كانوا يعطيه كمثال للشباب تاعنا كمثال للشباب تاعنا اليوم بعد الشباب هذا كان شاب صغير كانت عنده 30 سنة هذا ما كان ولكن كان في المستوى نتاعو المستوى عالي. كذلك يعني لو فوتني تسمحوا لي يعني بين قوسين فقط على الإضراب تاع الطلبة. الإضراب تاع الطلبة حقيقة هنا في مدينة الجزائر اللي كان أول اللي لبى الدعوة أقبل يعني اسمه الطلبة هما ثانويين ليسيا هما لبوا الثورة هما الأولين هما اللي خرجوا الأولين للشارع قبل يعني لي زيتيديون اسمه 19 مي. لكن يعني في الحقيقة لازم الإنسان يرجع للتاريخ في هذه احنا نعموها لكن الحقيقه يا جماعه لازم يعني الانسان يوصل تحليل حول هذا الموضوع. هذا في الطلبه نتاعنا كانوا نوعين. كان طلبه اللي خرجوا باش يموت ماشي خرج من اليونيفرسيتي ولا خرج من الليسي باش يطلع للجبل باش يموت هذا ما كان ما عندوش يعني اختيار اخر ولا يقرا في الجبل يكمل القرايه نتاعو في الجبل. وكان جماعه لا داروا حساب قعدوا هنا في ديارهم حتى يعني تهدت الامور ومن بعد مشاو للجهه اليمنيه باش كملوا الدراسه تاعهم. لما كملت الدراسه تاعهم اصبحوا هما يعني لما جاء الاستقلال اصبحوا هما يعني في القياده. هذه حقيقه يعني عايشينها ونعيشوها. ولذلك يعني الواحد دائما ياخذ بها الاعتبار ان الثوره تاكل اولادها حقيقه الثوره تاكل اولادها. والسلام عليكم. شكرا للسيد العيد لشقر. في برنامج هذه الندوة التاريخية كلمة الاختتام يقدمها سي جمال خميستي باسم العائلة. السلام عليكم. على كل حال شكركم على هذه المبادرة. تعلمنا بزاف أشياء من هذه التدخلات وإن شاء الله هذه المبادرة تزيد خاطر كاين أسئلة ما زالت مطروحة. وسي عباد في ختامة التدخل تاعو طرح سؤال على الظروف تاع 63 وأنا تسمحوا لي بالفرنسية جو سوي تري
J'ai appris beaucoup de choses, bien sûr, mais il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Et j'aurais bien voulu que d'autres interventions apportent des clarifications sur le contexte de les débuts de l'indépendance. Hein, bien sûr, l'assassinat pose toujours des questions. Et M. Sia Abdellaoui a parlé des aspects techniques, comment ça s'est passé. Mais il y a des motifs. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est un crime passionnel ou là, de quoi il s'agit? En fait, les contradictions dans le pouvoir à l'époque, on sait très bien qu'elles ne se réglaient pas de manière démocratique et de manière... par le dialogue et par la confrontation des idées. La question se pose, peut-être qu'on aura enfin un de ces jours une réponse. En tout cas, ça a été un moment très, très émouvant, très, très riche en informations, et je vous remercie de votre présence et de votre contribution. Merci. جرت العادة أن منتدى الذاكرة لجريدة المجاهد يختتم دائما بباقة ورد وسنقدم باقة ورد لابنة أخ الفاقد. تفضلي أنيسة. نفضلكم برك شوية هدوء يا جماعة. نفضلكم سيرو بلاي. كذلك فيه تكريم خاص للمجاهد سي علي عبدلاوي رفيق الفقيد وأحد الطلبة اللي شرفنا اليوم كضيف شرفي في منتدى الذاكرة، اللي يتفضل بتسليم هدية بسيطة لمنتدى الذاكرة. تفضل. الله. سالي قول لهم كلمة للحضور، قول لهم كلمة تاع الختام. والله ما الكلمة اللي نقولها ما تكفيش في الحقيقة. شكرا جزيلا على الحضور وعلى الإصغاء، ونتمناو أن الجو اللي ساد هذا اللقاء هو دائما يدوم في اللقاءات في المستقبل حول الشخصيات الجزائرية وحول مسيرة الجزائر المستقلة. بارك الله فيك سالي، أعتقد شهادة نفتخر بها. السمانة الجاية إن شاء الله على 10 عندنا موعد على موري سودا. مرحبا بكم، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة.